فازت الممثلة المبدعة والمتفردة عديلة بن ديمراد بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للفيلم العربي، وذلك عن دورها في فيلم الملكة الأخيرة. وسبق أن فازت عديلة بجوائز عن دورها في هذا الفيلم الذي وصل إلى آذان العالم. لنشاهد لقطات منه. كما يسمعوا للسلطان. أما فيلم عمر لافريز من بطولة رضا كاتب ومريم عمير وبنوما جمال، فهو مرشح للتتويج في مهرجان كان، وسيعرض في قاعة السينما يوم 24 من مايو الجاري.